سلام القدس لكم وعليكم. صباح القدس، صباح القدس لغزة ولبنان وسوريا وإيران واليمن والعراق. والحرب ليست انزلاق، فهي عند العدو الهروب من حرب فاشلة إلى حروب، وتعبير عن الفشل والاختناق، والبحث عن إطار للهزيمة يستر عورة العزيمة، ويتدحرج تدريجيا كسياق. فمن يهزم أمام جمع دول عديدة ليس كمن يهزم أمام غزة وحيدة. وهذا ما لا يفهمه الأغبياء مهما كبرت الأسماء، الذين يدمنون المزايدة وكل منهم قفة قاعدة. فقد انتصرت غزة مرتين، مرة نقدا ومرة بالدين. الأولى كانت يوم الطوفان العظيم، والثانية في حرب المواجهة الأعظم. ومن يدعي أنه في الحرب عليم فليعلم أن المقاومة أعلم. والاحتلال يخسر جيشه وطريقة عيشه، ويخسر الأمان ومبرر بقاء الكيان. فالنصر ليس إشاعة بل صبر ساعة، والمقاومة انتصرت بالشجاعة وبالإقدام. وصارت أسطورة جيش الاحتلال مهزلة تلوكها الألسن وتدوسها الأقدام، وقوة ردعه وهيبة واشنطن أضغاث أحلام، وجبهات المساندة تريد تخفيف الأضواء على ما تفعل، ليكون النصر لغزة في مقام أول. مزيد من النار وقليل من الأضواء، هي معادلة الأقوياء. أما إن أرادوا الحرب الشاملة فالمقاومة لن تخشاها، وعليهم المحاولة إلى أقصاها، فتكون الحرب عندها مع الغرب لإنهاء الاحتلال الأمريكي في سوريا والعراق دون حاجة للانزلاق، وتثبيت مكانة اليمن في البحار، والإمساك بالقرار والمزيد من الأوراق. والقرار هنا للأمريكي أن يختار بين هزيمة منفردة للكيان وربح بالنقاط يتابع اللحاق في سائر الساحات، أو الاصطفاف وراء الكيان في الحرب والهزيمة وتلقي الضربات. وضربات المقاومة أليمة، ولا جدوى من الرهان على الاغتيالات، فوراء كل اغتيال جولة قتال واستهداف لموقع حساس، حتى يفقد الكيان كل ركيزة وأساس، ويبقى بلا عيون وبلا آذان وبلا أيد وبلا أقدام، كسيح جريح من شدة الألم يصيح. وإن أراد الأمريكي في السياسة فن الممكن، فعليه أن يلجم عنصرية بلينكين قبل أن يدفع الثمن ويخسر المزيد من الهيبة